أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. مشاهدينا الكرام، نناقش في الحلقة إحاطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن بشأن اليمن. قدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد صورة قاتمة عن الأوضاع لمجلس الأمن، اعترف فيها بأنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين بحسب إحاطته. ولد الشيخ وهو يعبر دائما عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة اليمنية، بدا غير متفائل هذه المرة، بل متوجسا من تصاعد الحرائق والانقسامات كما قال. محللون رأوا في إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة إغفالا لقرار مجلس الأمن 2216، ففي الوقت الذي يجب أن تتمحور مهمته في الضغط على الأطراف لتطبيق هذا القرار باعتباره خارطة طريق لحل المشكلة اليمنية، تعامل ولد الشيخ أحمد مع القرار بوصفه توصيات لا أكثر. وفيما يدفع الشك بمصداقية المهمة والتقييم السليم للحالة اليمنية الراهنة، اعتبر ولد الشيخ النزاع في اليمن نزاعا سياسيا في مساواة بين الشرعية والميليشيا. هذا الأداء يجعل من الرهان على الأمم المتحدة في حل القضية اليمنية رهانا مشكوكا فيه، وسيكون مآله كسابق القضايا التي تعاملت معها الأمم المتحدة في تاريخها كما يقول مراقبون. لمناقشة هذه الأحاطة والإفادة المقدمة من قبل المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، سينضم إلينا من الأردن وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، ومن الرياض الناشط السياسي مانع المطري، على أن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. واصلت العمل من أجل التوصل إلى اتفاقات من شأنها. المبعوث الأممي لليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد القادم من أروقة المنظمات الإنسانية، منذ تعيينه كموفد أممي خلفا للمغربي جمال بن عمر، ما زال بعيدا جدا عن فهم طبيعة الصراع في اليمن. يسير ولد الشيخ فوق حقول من الألغام ويعمل وفق طريقة غير مألوفة في العمل الدبلوماسي والسياسي، يمتلك أكثر من وجه ويحاول المناورة في وقت يفترض أن يتحلى بشفافية. قال الرجل خلال إحاطته لمجلس الأمن إنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين بشأن ما إذا كان ينبغي وقف إطلاق النار تزامنا مع الجولة الجديدة من المفاوضات، مما يدعوني إلى التريث في الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات السلام. غير أنه خرج ليقول للصحفيين في الغرفة المجاورة كلاما مغايرا أكد فيه أن محادثات السلام بشأن الأزمة اليمنية ستستأنف بحلول مارس المقبل، مؤكدا تلقيه ضمانات من مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار والتزام أطراف الصراع به في البلاد. تتوالى إفادات ولد الشيخ لمجلس الأمن التي تقول كل شيء، لكنها لا تقول شيئا يساوي في إفاداته بين أطراف الصراع. لكن حين يصل الموضوع لاستهداف المدنيين لا يرى غير طائرات التحالف، ولا يتطرق لقصف القرى والمدن والمستشفيات من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، باستثناء نجاحه في الإفراج عن معتقلين سعوديين كان محتجزين لدى الحوثيين وأربعة من السياسيين، فيما لا يزال آلاف اليمنيين داخل السجون والمعتقلات. التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية من قبل أعضاء مجلس الأمن دون الالتفات لما يمارس على الأرض من شأنه إطالة أمد الصراع وجعل الباب مواربا أمام استمرار الانتهاكات وحصار المدن وسقوط المزيد من الضحايا في مناطق النزاع وانتشار الحرائق الناجمة عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية. الضحايا غير المرئيين للصراع ما زالوا كذلك في نظر الموفد الأممي الذي يستمر في حملاته التبشيرية بوجود نافذة للحل لا يعبر من خلالها أحد غيره، فيما يستمر سقوط المدنيين بقذائف الميليشيا وصواريخ التحالف. إذن مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن الدكتورة نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية. مساء الخير دكتورة. أهلا، مساء الخير، أهلا مرحبا بقناة بلقيس والتحية لكل مشاهدي القناة. حياكم الله دكتورة. أخيرا اعترف ولد الشيخ كما يقول الكثيرين بعدم قدرته على الدعوة لجولة أخرى من المحادثات، ما الذي يعيق المبعوث الأممي بالضبط بحسب اطلاعكم؟ طبعا من قراءتنا للإحاطة التي تقدم بها المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ لمجلس الأمن بالأمس، من الواضح أنها كانت يعني مخيبة لكل التوقعات، ويعني تضمنت التوصيفات مغلوطة للواقع ولطبيعة
الأحداث الجارية في اليمن، وأيضا يعني تضخيم ومبالغة في نتائج مشاورات جنيف الماضية. بطبيعة الحال هذا كان مفاجئ بالنسبة لنا، خصوصا وأننا التقينا بالسيد إسماعيل ود الشيخ في السابع من شهر فبراير، نحن وفد مشاورات جنيف، وطرحنا في إطار النقاش عدد من القضايا كان أهمها بالفعل هو أن التأكيد على أن الحل في اليمن لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وعدم قدرة إسماعيل ود الشيخ على جمع الأطراف لطاولة مشاورات أو لجولة مقبلة، وذلك كما أفاد في تقريره أو في إحاطته لعدم استلامه أي ضمانات بالتزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية، وأنه بالفعل لم يتوصل، لم تتولد قناعة تامة لدى الأطراف بضرورة الجلوس على طاولة التفاوض والتوصل إلى حل سلمي ناجح. ما هو موقف الحكومة من إحاطة ولد الشيخ ومن العملية الأممية بشكل عام أو التي تقودها الأمم المتحدة؟ طبعاً نحن كنا استبشرنا خيراً يعني بالسيد إسماعيل ولد الشيخ، ولكن يبدو أن الإحاطة يعني كما قرأتها يعني بعيدة عن وجهة النظر التي نلمسها دائما من خلال نقاشاتنا معه، فهو حين يلقانا يعني يطرح مواضيع أخرى، وفي الإحاطة نفاجأ يعني بتوصيفات يعني جديدة ومغالطات. في الحقيقة هي مغالطات، يعني مثلا كثير من النقاط يمكن أن نرصدها في هذا الشأن، يعني هو تحدث عن المحادثات السابقة قد جمعت المشاركين وجها لوجه، يعني استخدم كلمة أو مصطلح مشاركين، وفي الإحاطة الأخيرة التي قدمها عقد مشاورة جنيف تحدث عن أطراف، وهناك ووصف بأن هناك اتفاقات تمت وتبلورت على أكثر من صعيد وساهمت في إيصال مساعدات الإنسانية لتعزيز إطلاق سراح المعتقلين. هذا كلام يعني فيه مبالغة كبيرة. أيضا تحدث عن إنشاء لجنة خاصة للتهدئة والتنسيق، وهي ليست للتنسيق إنما هي لجنة للتهدئة والتواصل، واستخدام يعني مفهوم تنسيق فيه إشارة إلى أن الأمم المتحدة تنوي إلى تغيير يعني اختصاصات أو وظيفة هذه اللجنة كما تم الاتفاق عليها بين وفد الحكومة ووفد الانقلاب وكثير من الأشياء. هناك يعني لا. أيضا الإشارة إلى أن تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن عدد الوفيات فاق 6,000 منذ شهر مارس الماضي، وزاد عدد الجرحى عن 35,000. يعني هنا تأصيل للصراع أو للحالة الموجودة في اليمن ابتداء من شهر مارس، وكأنه في شهر مارس الذي انطلقت فيه عملية عاصفة الحزم هو من هو بداية الصراع، ذلك التاريخ هو بداية الصراع، وهذا أمر يعني مغالطة كبيرة. نحن نعرف أن الانقلاب قد حصل في سبتمبر من العام من العام 2015، يعني اقتحام دار الرئاسة والانقلاب الكامل على الدولة. يعني ولربما هناك من يقول أن ذلك بدأ منذ وقت مبكر أكثر من ذلك دكتورة. نعم طيب بدأ منذ وقت مبكر أكثر. اسمحي لي دكتورة نهال، هناك مغالطات واضحة يعني في إحاطة إسماعيل ود الشيخ بالفعل. اسمحي لي دكتورة نهال أن تبقي معنا، ينضم إلينا الآن الناشط السياسي مانع المطري. مرحبا أستاذ مانع. أستاذ مانع، أستاذ مانع هل تسمعني؟ إلى حين جهوزية الاتصال أعود إلى دكتورة نهال. دكتورة نهال، يعني نحن سمعنا إحاطة ولد الشيخ وكانت لم تسمي الأطراف التي تعيق استئناف المفاوضات، لماذا هذا التكتم عن هذه الأطراف مع أن هناك قرار أممي صدر عن مجلس الأمن هو 2216، وهو يحدد عقوبات ويحدد آلية لتنفيذ أو يعني وضع هذه العقوبات وتنفيذها وحتى بالتدخل العسكري. يعني لماذا هذه التحفظ، لماذا هذا التحفظ؟ يعني من الواضح أن هذا التحفظ يعني يراد منه تصوير المحادثات التي جرت بأنها محادثات سياسية بين قوى
متعددة وأطراف سياسية متعددة، وليس على بأنه يعني محادثات ما بين الوفد الحكومة الشرعية والانقلابيين من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن. هي بالأصل المشاورات عندما وافقنا عليها نحن في الحكومة، عندما وافقنا عليها هي أصلا لتنفيذ مشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وخاصة الفقرة الأولى من هذه الفقرة التي تلزم الحوثيين بالوقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي احتلوها والخروج من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتسليمها للحكومة. أيضا إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع وغيرها، يعني كل البنود التي وردت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن 2216. ولكن تفاجأنا بأن إرادة الطرف الآخر الإنقلابي، ومع الأسف هي يعني إرادة تماهت معها أيضا إرادة المجتمع الدولي ممثلة بال يعني المبعوث الخاص الأمين العام سعيد الشيخ، في أن تصور ما جرى من محادثات سابقة أو مشاورات بأنها مفاوضات سياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي كامل لليمن بين الأطراف السياسية، يعني تهدف إلى الوصول إلى حل سياسي وتصوير على أن النزاع هو نزاع سياسي وصراع بين قوى اختلفت في وجهات النظر واستخدمت السلاح من أجل تحقيق أغراض سياسية. عدم الهروب من توصيف ما يجري في اليمن بأنه انقلاب على الشرعية، مع الأسف هذا منحى اتخذته يعني كل قرارات مجلس الأمن. نعم دكتور. فهي لم تذكر الحوثيين بأنهم طرف متمرد، لم تذكرهم بأنهم منقلبين على الحكومة الشرعية، واستمر هذا التوصيف وهذا التعامل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفق يعني هذه القناعة وهذه النظرة الخاصة نعم بها. نعم دكتور. تفضلوا بالبقاء معنا. هذا واضح نعم حتى من الإحاطة، يعني توصيف الإحاطة بأن الوضع في اليمن هو نزاع سياسي ولا يمكن أن يحل إلا بالعمل السياسي السلمي، فكان واضح جدا في الإحاطة الأخيرة. طيب تفضلوا بالبقاء معنا دكتورة. ينضم إلينا الآن ناشط سياسي مانع المطري. مساء الخير أستاذ مانع. أستاذ مانع، يعني إذا ما تحدثنا عن الإحاطة بشكل عام، كيف قرأت وكيف قرأت موقف الأمم المتحدة من خلالها؟ نعم، برأيي أن الإحاطة لم تكن واضحة وبالمستوى الذي كنا ننتظره ونأمل أن تكون عليه. للأسف الشديد أن إحاطة المبعوث الأممي إسماعيل والدشيخ كانت أقل من مستوى الحزم الذي تبديه الدول الأعضاء بمجلس الأمن. كل الدول تتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها أنها حكومة شرعية ومع الانقلابيين باعتبارهم انقلابيين وتتمسك بقرار مجلس الأمن 2216، بينما المبعوث الأممي وأخطر ما ورد في إحاطة أنه يحاول أن يصور ما جرى في مشاورات جنيف جنين بأنها تم التوصل إلى مدخل للمشاورات ترتكز على أبرز توصيات قرار 2016. القرار الملزم 2016 الذي يتخذ أو يأخذ طابع الإلزام باعتباره أخذ تحت البند السابع، يعتبر عند إسماعيل ولد الشيخ بأنه مجرد توصيات تكون مرتكز لأي مشاورات قادمة، بينما كنا نأمل من إسماعيل ولد الشيخ بأن يكون محددا وواضحا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن من هو الطرف المعرقل والذي يعرقل تنفيذه. أيضا كانت إشاراته واضحة بأن هناك انتهاكات للقانون الإنساني وأن هناك ما يشبه الحصار الجماعي والعقاب الجماعي، ومع ذلك لم يحدد من هو الطرف الذي يرتكب هذه الانتهاكات. كان الأحرى به أن يكون نعم واضحا وصريحا في تحديد وتفريد كل هذه المسائل. يعني أستاذ مانع، تزامن أن الموضع في رسالة إسماعيل الشيخ أو في إحاطته لأنه ترك الباب مفتوحا لمزيدا من العنف، وهنا تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصاعد العنف في اليمن في الأيام القادمة نتيجة لهذه الإحاطة الرديئة التي قدمها إسماعيل الشيخ. طيب، يعني هناك الكثير من يعني يقول أن تزامن إحاطة ولد الشيخ مع تصريحات للرئيس المخلوع التي يقولون أنه حرض فيها على الحرب والمزيد من الحرائق تصب في هذا الاتجاه، كيف تقرأ هذا التزامن أنت؟ أنا قلت أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص تتحمل مسؤولية تصاعد العنف. لماذا تتصاعد العنف؟ لأن الأطراف
التي تستخدم السلاح لتحقيق أغراض سياسية ستشعر بعد هذه الإحاطة بأن هناك نوع من الدورة الرخوة الذي تقوم به الأمم المتحدة تجاه وقف العنف وإنهاء الحالة الانقلابية الموجودة في اليمن. هذا الموقف المتراخي من إسماعيل البشار سيشجع الأطراف التي تمتلك السلاح للقيام بمزيد من الأعمال القتالية ضد الشرعية وضد السكان المدنيين مما يهدد المجتمع تحمل تبعات هذه المواقف السلبية التي كان يفترض أن تكون وفقا للدورة المرسومة لإسماعيل الشيخ هو أن يشرف على تطبيق قرار مجلس الأمن وأن يدفع الأطراف السياسية لتنفيذ هذا القرار. نعم سلمان. يحيط الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمن هو الطرف المعطل ومن هو الطرف الذي يمنع تطبيق قرار مجلس الأمن. نعم سلمان، دعني أعود إلى دكتورة نهال. دكتورة نهال، يعني بعد هذه الإحاطة من قبل ولد الشيخ وبعد إجراءات بناء الثقة التي ليست واضحة أنه تم عمل أي شيء في صددها، هل لا زالت الحكومة تثق بالعملية السياسية التي يعني تقودها الأمم المتحدة، وكيف تنظر إلى أداء الأمم المتحدة وكيف ستتعامل معه لاحقا؟ طبعا نحن دائما نقول بأن الحل في اليمن هو في نهاية المطاف هو حل سلمي سياسي، ونحن منفتحين شريطة أن ترتكز المشاورات على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هذه ثلاثة أسس رئيسية لأي مشاورات قادمة، ونحن لا نرفض الجلوس على طاولة المشاورات ولا أيضا نرفض التوصل إلى حل سلمي، لأن نحن نسعى لحقن دماء الشعب اليمني، وهذا هو يعني مذهبنا ونحن لازلنا عليه. ولكن شريط يعني تفاجأنا بصراحة بالإحاطة الأخيرة لولد الشيخ، وأنا كما قلت لكم أن ولد الشيخ عندما نلتقي به يقول لنا كلاما يختلف عن ما قرأناه في هذه الإحاطة. فالأجندة أجندة المشاورات المتفق عليها كما في آخر لقاء بيننا وبين السيد إسماعيل بن الشيخ هي نفس الأجندة، وهي التي تؤكد على أسس المشاورات، وهي كما ذكرت قرار مجلس الأمن 2216 وقرارات أخرى ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها. هذه إذا صح التعبير ممكن أن نقول أن هذه انعدام للشفافية أو غموض في أو ضبابية في الشفافية في أداء ولد الشيخ، من حيث أنه يقول لكم خلاف ما يقوله في الإحاطة بحسب كلامك. هل هذا يعطي الحوثيين وصالح مساحات للمراوغة والرهان على ضعف الموقف الدولي، أو بالأصح على عدم رغبته في تطبيق جاد لقرار مجلس الأمن؟ بالتأكيد هذا لا شك فيه. وطبعا هذا يعني موقف المجتمع الدولي هذا الضبابي هو ليس بالأمر الجديد، يعني ولم يكن قطعي، يعني موقف المجتمع الدولي لم يكن حاسم ولا قطعي تجاه الانقلاب، ولكن على الأقل كان هناك اتفاق وتوافق يعني أو إجماع كامل على الأسس المشاورات، وأيضا على أن المشاورات تجري ما بين طرف يمثل الحكومة الشرعية وطرف آخر يمثل الانقلاب مكون من جماعة الحوثي وممثلي صالح. ولكن هنا اهتزت الصورة في الأخير. أنا يعني لا أدري ما بالضبط ما سوف يكون عليه يعني الموقف الحكومة اليمنية بعد هذه الإحاطة، وبالتأكيد هذه الإحاطة ستطرح يعني يعني ستؤدي إلى اتخاذ يعني مواقف مختلفة من قبل الحكومة اليمنية. ويعني نعم دكتورة، يعني هناك في نفس الوقت الكثير ممن يتفق، يعني الحكومة اليمنية ممثلة أو حتى الرئاسة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي تحدث في آخر مؤتمر صحفي له على أن الحكومة تسيطر على 80% من مساحة الجمهورية اليمنية سياسيا. هذا الكلام معقول، لكن في نفس الوقت هناك تنظيمات إرهابية أشار إليها أو أوضحها ولد الشيخ في إحاطته، ولا تدار سياسيا بشكل مقبول كما يقول الكثيرين. ما هو موقف الحكومة من ذلك؟
طبعا يعني إحاطة إسماعيل ولد الشيخ ضخمت أيضا من التنظيمات الإرهابية، واعتبرت أنه التنظيمات الإرهابية تسيطر على أنحاء واسعة من اليمن، وهذا يعني أمر غير صحيح. نحن نعرف أن نشاطها محدود، وأن هذه يعني بعض القادة هم قادة ينتمون إلى أشخاص معينين، ينتمون إلى علي عبد الله صالح ولا أطراف حوثي، وهي خلايا نائمة بالأصل تتبعهم، هم من يحدثون هذا القلق ويظهرون بمظهر يعني تنظيمات إرهابية تهدد السلم الأمن والسلم في اليمن وفي الإقليم. طبعا من المعروف أن هذا ادعاء دائما يتمسك به الطرف الحوثي، ومع الأسف مرة أخرى يعني إسماعيل بن الشيخ يتماهى مع هذا. نعم، وهم نعم دائما يريدوا أن يصوروا ما يجري، وحتى المناطق التي استعادتها الشرعية يصورها الطرف الانقلابي بأنها أصبحت تحت يد القاعدة وليست تحت يد الحكومة الشرعية. أشكرك. نعم دكتورة، أن هذه الإحاطة تتماهى مع وجهة النظر هذه. أشكرك شكرا جزيلا وزير الشؤون القانونية دكتورة نهال العولقي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى الناشط السياسي الأستاذ مانع المطري. أستاذ مانع، هل ترى أن ثمت يعني قوى إقليمية ودولية تقف وراء الإحاطة التي خرج بها ولد الشيخ، أو تقف وراء الموقف الأممي بشكل عام بخصوص اليمن؟ اولا انا في هذا الجانب ربما اختلف مع الدكتوره نهال العولقي في ما يتعلق بموقف مجلس الامن تحديدا. اعتقد ان موقف مجلس الامن كان صارما بتحديد ان الانقلاب هو انقلاب، وان الشرعيه هي او ان الحكومه هي شرعيه، وان مفردات قرار مجلس الامن تستنزف التطبيق. الخلل هنا ليس في مجلس الامن، في ماذا اذا؟ المواقف الدوليه. الى الان كل المواقف الدوليه المعلنه متفتكة بقرار مجلس الأمن، وهناك وحدة في الموقف على المستوى الدولي. الخلل هو في أداء المنظمات العامة للمنظمات. الأسف الشديد أن هناك تناقض كبير في المبعوث الأممي عندما يتكلم أنه ليس لديه معلومات واضحة عن حجم الانتهاكات، لأنه لا يستطيع الوصول إلى تلك المناطق، وفي المقابل يقول أن هناك انتشار كبير للجماعات المسلحة. كيف حصل على هذه المعلومات أن هناك انتشار للمعلومات المسلحة بينما لم يحصل على معلومات أن هناك انتهاكات؟ هناك خلل كبير. أنا لولا العبارة الأخيرة في إحاطة إسماعيل ولد الشيخ التي يقول بها أنه تفاعلت حدة الصواريخ المطلقة على باتجاه المملكة العربية السعودية بشكل عشوائي، لا أعتقد أن من يتكلم أمام مجلس الأمن هو ممثل الحوثيين وليس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. على هذا الثور الأممي المشروع الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ، أنا أعتقد أنها خطيئة كبرى. ينبغي أن تظهر الحكومة نوعا من الحزم في التعامل مع المبعوث الأممي، ليس فقط الحكومة اليمنية وإنما المجموعة العربية بشكل عام. يجب أن تتعاون دبلوماسيتها بشكل قوي وفاعل لتوقف هذه الحماقات التي تؤدي إلى مزيدا من تصاعد العنف ضد اليمنيين بسبب تراخي المبعوث الأممي وعدم إعطائه إحاطة واضحة تحدد المسؤوليات بشكل واضح وتسهم بإيقاف العنف وتطبيق قرار مجلس الأمن. أعتقد أن قرار مجلس الأمن إذا طبق سيؤدي إلى من خالي من الميليشيات، لكن للأسف الشديد يبدو أن هناك من يريد أن تستمر الحرب ليستمر استثمار هذه القضية لمصالح لا ندري ماذا ستخدم في النهاية. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ مانع. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد جميح المحلل السياسي عبر الهاتف من إنجلترا. دكتور مساء الخير. دكتور، إذا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح. أعود إلى أستاذ مانع. أستاذ مانع، يعني هذا التضاد أو يعني الفرق في مواقف مجلس الأمن الذي تحدث على أنه موقف صارم وبين الأمم المتحدة، إلى ماذا يعني تعيده أو ترجعه؟ أنا أعتقد أن جزء كبير من الدور الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ هو أو المهمة الرئيسية المسندة إليه هي العمل على دفع الأطراف المتصارعة على تطبيق قرار مجلس الأمن 2016. لكن يبدو أن المرونة وحسن النية التي أبدتها الحكومة أغرت إسماعيل ولد الشيخ في المضي قدما في مدارات الإنقلابيين، ويهمه هو أن تستمر مهمته بغض النظر عن. طيب ماذا تقترح في هذه الحالة دكتور أستاذ مانع، ماذا تقترح في هذه الحالة بالنسبة للحكومة؟ نعم،
ما هي اقتراحاتك بالنسبة للحكومة حتى تتعامل مع الأمم المتحدة؟ أنا أعتقد أن على المجموعة العربية بشكل عام والحكومة اليمنية أن تبدي حزما واضحا، لأنه لا يمكن الدخول في مشاورات جديدة دون الالتزام بتنفيذ متطلبات الخوض في مشاورات التنفيذ. ورد في إحاطة المبعوث الأممي أن هناك تحسن ملحوظ وأجواء إيجابية تجاه المشاورات تجاه قضية المعتقلين، بينما حقيقة الأمر أن المعتقلين المنصوص عليهم بقرار من 2016 لا زال العدوين متحفظون عليهم. هناك نوع من التضليل والتدليس لأعضاء مجلس الأمن بأن هناك تعاطي إيجابي من قبل العدوين، بينما حقيقة الأمر أن الحصار لا زال مستمرا على فعل، المعتقلين لا زالوا يطمعون في سجون الميليشيات، حتى مدينة تعز لم تصل إليها المساعدات، وإنما تم توزيع المساعدات والاستيلاء عليها من قبل الميليشيات، وهو ما وصل هو ليس إلى جزء بسيط لا يشك حاجة الناس، وكان أشبه بذرة الرماد على العيون، ولكن المقاومة الشعبية استطاعت أن تفتح طريقها إلى تعز لتوصل المساعدات عن طريقها إلى المدينة المحاصرة، بينما الانقلابيين لا زالوا يتمنعون ويمنعون حتى المواطنين من الانتقال إلى المدينة، بما يعطي صورة واضحة بأن الانقلابيين غير جادين في تنفيذ كل الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية، وهذا يجعل الأمم المتحدة محل التساؤل، هل هي جادة بالوصول بالمسألة اللبنية إلى حل وإلى إيقاف العنف وإلى عودة الشرعية؟ أما أن هناك سيناريو آخر يريد أن ينسمه لنا إسماعيل ولدشين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مانع المطري الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. لعلك سمعت إلى إحاطة ولد الشيخ الأخيرة، هل من ملاحظات سجلتها بخصوصها؟ أنا أعتقد أنها على الرغم من القصور الذي شابها فيما يخص إيصال حقيقة الوضع الميداني والسياسي إلى أعضاء مجلس الأمن، لكنه أشار إلى بعض الإشارات إلى المعيقات التي تعيق انعقاد المفاوضات السياسية، ذكر منها إطلاق الصواريخ على الحدود السعودية بشكل عشوائي، وذكر منها أيضا الطلعات الجوية. أنا في تصوري أن جانبا من القصور الذي كان في إحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته لمجلس الأمن يرجع أيضا للحكومة اليمنية، يعني الحكومة اليمنية، ويرجع للمنظمات العاملة، بمعنى أن هناك في تعز حصار وهناك مصادرة للمواد الإغاثية والإنسانية التي تحاول منظمات الإغاثة إيصالها إلى تعز، لكن هذه المنظمات كان يفترض أن ترفع بتقاريرها إلى مجلس الأمن إلى أن تلتقي بمبعوث الأمين العام وأن ترفع بتقارير مفصلة في هذا الشأن، لكن للأسف الشديد هذه المنظمات تتستر على ما يجري لتعز وعلى ما يجري للمواد الإغاثية التي تصل إلى تعز. ينبغي أن نتحرك بصدد كشف العاملين الإنسانيين الذين يعملون سواء في مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء أو في مكاتب المنظمات الإغاثية، وهم عاملون إنسانيون، بعضهم عرض يميلون إلى المعسكر الإيراني الحوثي، يجب أن نقولها بكل صراحة. هناك وأنا التقيت في لندن هنا بعض العاملين الإنسانيين في أوكسفام وفي بعض المنظمات الأخرى يدافعون بشراسة عن الحوثيين، حتى أن إحدى العاملات وهي مسؤولة كبيرة هنا في لندن رفضت أن يكون هناك حصار على تعز، وقالت أنه لا يوجد هناك قنص أو حالات قنص للحوثيين على المدنيين في تعز. مثل هؤلاء العاملين الإنسانيين هم يتبعون توجهات سياسية محددة، ولم يعودوا عاملين إنسانيين وإنما تبعوا توجهاتهم أو آراءهم السياسية أو المحور الذي يمثلونه. بالتالي هذه المنظمات قصرت بشكل فاعل في إيصال حقيقة الوضع إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يتطرق إلى هذا الوضع أثناء تغطيته أو إحاطته لمجلس الأمن الأخيرة. أنا لا أريد أن أقول أن إسماعيل ولد الشيخ بسوء أو أنه سيء بسوء جمال بن عمر، لا ينبغي أن يقال ذلك. إسماعيل ولد الشيخ
إلى حد الآن وهو يحاول أن يكون وسيطا نزيها في تصوري، يحاول أن يخرج البلد من أزمة الحرب الطاحنة ومن الأزمة السياسية التي تعانيها. أعتقد أن إسماعيل ولد الشيخ لديه هم عربي وهم يمني كذلك في إخراج البلاد إلى بر الأمان، لكن صحيح هناك قصور كبير في جانب التغطية. هذا القصور قد يكون من مساعدي المحيطين به، قد يكون أيضا من المنظمات الإغاثية والإنسانية. طيب ما هي المقترحات دكتور في خصوص ذلك؟ والأساس من الحكومة اليمنية المقترحات أن الحكومة اليمنية يفترض أن تنشط في هذا الخصوص. قل لي ما هو دور الحكومة اليمنية؟ ماذا فعلت الحكومة اليمنية باتجاه شرح الأزمة في اليمن للعالم، للموقف الدولي؟ ماذا فعلت هذه الحكومة باتجاه شرح الموقف الدبلوماسي لها العواصم، على الأقل عواصم دول مجلس الأمن الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو 15 الأعضاء في مجلس الأمن؟ إذا كانت لا تزال الآن الملحقيات السياسة الدبلوماسية الثقافية الاقتصادية لا تزال في مجملها تتبع لعبد الله الصالح وتتبنى رواية علي عبد الله الصالح والحوثيين، فماذا نتصور؟ لماذا نلوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في تغطيته أو في القصور الذي أحاط بإحاطته لمجلس الأمن اليوم؟ الحكومة اليمنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ينبغي أن تضع مبعوث الأمين العام بالصورة، المنظمات الإغاثية ينبغي أن تكثف حملة إعلامية كبيرة ضد هذه المنظمات التي تعمل وفق غطاء سياسي والتي تسيس العمل الإنساني لصالح الإنقلابيين بشكل واضح. وجود هذه المنظمات ضمن الحماية الحوثية يعطي بشكل أو بآخر شرعية، وإن شرعية منقوصة لكن شرعية أو شبه شرعية للإنقلابيين في العالم لأنهم يعملون في مناطقهم. فوق ذلك كثير تحوير وتحويل مواد الإغاثة الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، هذه نقاط كانت يفترض أن تضمن في التقرير الدولي اليوم، الحصار على تعز كذلك، لكن لم يتضمن التقرير ذلك. ولد الشيخ قصر في ذلك لأنه لم يتحرى الدقة في هذا التقرير، لكن الذي قصر أكثر أعتقد أن الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية التي يفترض أن تكون إنسانية خالصة ولكنها سيست العمل الإنساني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بأكمله، محمد القاسم في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم بخير وإلى اللقاء.